السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شي وترة ديال وصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون هي صابلي بريستيج باللوز وبالشوكولا بطريقة جديدة لتحضير الشوكولا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تفهموا مزيان المقادير والطريقة وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله بالمقادير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج في هذا الصابلي، هذا نحتاج جوج بيضات يكونوا متوسطين الحجم ماشي كبار بزاف، ساشي ديال الفاني تقريبا معلقة صغيرة، عندي هنايا اللوز مطحون، اللوز اللي حمرته في الزيت وطحنته على هذا الشكل، هذا ماشي بالقشرة ديالو، فسخته فسخت اللوز خليته نشف ومن بعد قليته في الزيت وطحنته حتى حصلت على هاد القوام. هذا غادي نحتاج تقريبا جوج معالق كبار، كاس ديال السكر سنيدة، تكون سنيدة رقيقة كيف ذكرت، تكون سنيدة رقيقة، وإلا ما كانتش رقيقة ديروا نص كاس ديال السكر كلاسي ونص كاس ديال سنيدة، كاس ديال زيت نباتية. وغادي نحتاج كذلك ربع ديال الزبدة، 250 غرام ديال الزبدة مارغارين تكون هكا طرية، وعندي هنايا تقريبا 600 غرام ديال الدقيق على حسب الخليط غادي ندير، تقدر تاخذ لي 600 غرام حتى 650. غادي نزيد هنايا السكر سنيدة والفاني وكاس ديال الزيت وكذلك هاد اللوز اللي طحنتو على هاد الشكل هذا حتى كيرجع عجينة. بهذه الطريقه هذه كيعطينا واحد المذاق لذيذ بزاف في الصابلي. غادي نخلط دابا هاد المكونات كلهم حتى ترجع لي على شكل بوماد، غادي ندمج ليا الزبده مزيان مع السكر، نحاول ندوبو هاد السنيده هذه مابقاش كتبان لينا بزاف. دابا غادي نزيد جوج حبات ديال البيض، من بعد ما كيتخلط البيض مزيان مع الزبده والسكر والزيت دابا كنبدا كنضيف الدقيق تدريجيا، ما كنديروش الدقيق دفعه واحده، كنستمروا كنديروا الدقيق بشويه بشويه وكنجمعوا فقط باطراف الاصابع. كيف كنقول لكم دائما الصابلي ما كيتدلكش نهائيا، كيتجمع فقط باطراف الاصابع، لان الا مشيتو حتى عجنتوه فاش غادي تدخلوه الفران يطيب غادي يتقلص الحجم ديالو، ما غاديش يبقى شاد لكم الشكل ديالو. كيف لاحظتوا معايا كنجمعوه بهذه الطريقه هذه، كنديروا الدقيق غير بشويه وكنجمعوه على هذا الشكل. كنحصلوا على عجينه كتكون متماسكه، ما كتكونش قاصحه بزاف وما كتكونش كذلك كتلتصق في اليدين، حاولوا تجيبوا العجينه على هذا الشكل ما تكونش قاصحه بزاف. غادي نقسم هذه العجينه على 4 ديال الكرات، كل كره غادي نغلفها بالبلاستيك، نحاول نبسطها شويه باش تغيا تبرد وندخلها للثلاجة. قداش مرتاح راه مزيان. غادي ناخذ دابا هاد العجينه من بعد ما ارتحت في الثلاجه كترجع متماسكه، غادي نطلقها دابا بين جوج بلاستيكات،
دابا غادي نطبع العجينة بهاد القطاعة الدائرية، غادي نهزو بهاد الطريقة هادي ونستفو في اللاطة اللي غادي تدخل للفرن. غادي ندخلو يطيب على نار مهيلة حتى يتحمر. هنا بالنسبة للصابلي، إلا كان كيجيكم صعوبة باش تهزوه، خصوصا الناس اللي عندهم الحرارة بزاف، غتهزو بلاستيكة غادي تحطوها في لاطو وتدخلوها الفريغو تقريبا واحد 3 دقائق وتخرجوها عاد يمكن ليكم تهزوه. غادي نحتاج هنايا هاد السيلبات هادي ديال لي ماكارون اللي كنحطو عليها كنديرو فيها لي ماكارون. هنا دوبت الشوكولا السوداء وغادي نبدا كنعمر هاد الفراغات اللي كاينين هنايا، نحاولوا ما نعمرهمش بزاف لانهم راه ماشي غارقين. على هذا الشكل هذا كنضربوها حتى هكا باش كيرجع لنا هاد السطح املس. غادي نستمر هكا بنفس الطريقه نعمرهم ندخلهم الثلاجة حتى يتجمدوا. وغادي ندوز دابا نوجد الخليط باش غادي نلصق الصابلي. غنحتاج كميه من النباج وغادي ندير الضعف ديالها ديال الجليكوز. غادي نزيد هنايا معلقه صغيره ديال الكراميل نيسلي كراميل، تقدروا ديروا اي نكهه. صابلي من بعد ما خرجت من الفران هذا هو الشكل ديالو. غادي نلصقو دابا بهاد الخليط ديال الجليكوز والنباج اللي درت معاه نيسلي كراميل. هادي الشوكولا من بعد ما خرجتها من الثلاجة، شوفوا معايا الشكل ديالها كيجي زوين بزاف. كتجي بحال الصديفة. غادي نبدا دابا في التزيين. عندي هنايا اللوز مهرمش محمر ومهرمش، الطريقة ديالو غادي تلقاوها في القناة، غنخلي لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. ناخذ القطعة ديال الصابلي غادي ندهنها عادي بالخليط ديال الجليكوز والنباج. غادي نلصق فوق منها هاد القطعة هادي ديال الشوكولا. وفي الجوانب غادي ندير اللوز. نحاولوا ما نقيسوش الشوكولا بحد اللوز حتى تبقى لينا نقية. فهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي اللي حضرت معاكم اليوم، كيجينا على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم وتجربوه، كيجي المنظر ديالو رائع جدا. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش دعموني بلايك للفيديو، كذلك خليو لي راي ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات، وانضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك او ابوني. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.